شوفوا 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 جمال البلاير يخرب الاير شيء ثاني، بالذات اذا صار يعني نظيف ومتجدد ومرتب والتجديد اللي عليه صاير محترم، الموتر يطلع محترم. 56 بالاير مجدد بالكامل عليه مكينه ال اس 3 425 حصان تقريبا الموتر يعطيكم شكلها، حتى داخل الماكينه شكل الماكينه القديمه، لكن هذه ماكينه حديثه. شوفوا حتى التجديد، طريقة التفاصيل التجديد بعد اللي في الموتر مرة جميل من نوعه، سيارة مرة حلوة صراحة، يعني شيء من الآخر. هذه مزادها إن شاء الله بإذن الله يوم السبت، لونها أورنج مايل للجولد. شوف الداخلية كيف بعد، تحفة صراحة، تحفة 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 فنية. أهنية على اللون اللي اختاره، حتى ترى هذا لونه كذا مايل للحليب البيج، شيء غريب بس حلو الموتر.